بالنسبة في هذه المعارض هي نسخة استثنائية لأنه كتهتم كذلك بالقطاع ديال تربية الأحياء المائية اللي هو قطاع جديد على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي اللي بدا كيعرف واحد التطور كبير الحمد لله منذ انطلاقه ديالو في 2013. وعلى المستوى الجهوي فهو تربية الأحياء المائية بداو المستثمرين كيشتغلوا، الاستثمارات بدات كدار الحمد لله، وبدا المنتوج على المستوى الجهة يعني مجموعة ديال الشركات يبداو كيعطوا المنتوجات ديالهم. كما كتشوفوا حنا المنتوج ديالنا يعني فهو يتعلق بالبلح البحر، بليزالغ لا بيسيكولتور اللي فيها الاسماك، وكذلك لا كروفيت. دونك حنا تعاونيه اللي تقريبا يعني كنخططوا باش يكون عندنا واحد الانتاج ديال 17000 طن سنويا ابتداء من السنه المقبله ان شاء الله الرحمن الرحيم. وكتشكل كذلك 20 فيرما في البحر. و التعاونيه هي مشكله من اطياف، فيها تعاوني ديال الصيد التقليدي وكذلك فيها شركات ديال يعني الشباب المقاولين وشركات طبيعة الحال الشركات المستثمرة. تعاونية تكاتين التربية نتيكري بوزروب خلنا واحين إيمي ودار دوغرود يوسوان دغين تقريبا غالا دلا سبعة الشركات سنة التعاونيات البحرين من مجموع العشرين 20 البلاص سميت بلاص التربية البوزروب من غير التربية غير ديسكارنين تحويل النس تحويل فالوريزاسيون ديال فالوريزاسيون تتغير المنتوجات كلشي تتغير المنتوجات كلشي تتغير المنتوجات كلشي يزيد من 30 منتوج كلهم اصلا باز انتيغري